نحن بلد غير مسؤول ابدا، ما عرفنا نحمي حالنا اولا ببدايه الكورونا، بس بلش ما اخذنا احتياطات، فت لعنا كم سياره من بلاد معينه منتشر فيها المرض، كثير تساهلوا بالموضوع على المطار، في ناس راحوا على بيتهم كانوا مريضين رجعوا جابوهم من بيتهم اكتشفوا انه عندهم كورونا. طب ما هالناس عدوا افراد عائلتهم وهيك الموضوع تسيس. حتى بالكورونا نحن بلبنان لازم الكورونا تتصل بالسياسه، دائما كانه ما في حدا بده يهتم فينا، ما في حدا بده يعتل همنا، ايه كل شيء بده يكون بمبادره فرديه ومجهود فردي على صحتنا.